طلع قدامك وانت ماشي. لك امشي. لك امشي قدامي. شطو. يلا 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 يلا. طلع طلع طلع. هاد هاد لا 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 هاد مو تفاصيل. هذا ما تقطع ثاني زاد درج. هاد 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 خليكم. نزل ايدك نزل ايدك. ما حترجع هون مثل الكلب. عملنا فوق بالحسنة بس لا تقدر. عم تقوى علي عم تقدر علي. بس خلاص هاي فاي. وبقيا لك اليوم انا هون. لا صبر. روح. اسمع اخوي. غطي براسك بالطرف يا رجل. لا تبلي حالك فيه يا زلمة. ما بيستاهل. خلينا هون واقف التوليك انا هون. لعيبك مثل الكلب مثل الكلب الجوعان. عينكن عشرة عشرة. يلا سيف مات. شو مربطينك هون؟ وين المفتاح؟ كيف جيتوا انتو؟ خلاص بعدين بحكي لك. بعدين بعدين. يلا خلينا نمشي بسرعة بسرعة. يلا لا اطلع بروح. هلا ما وقتها. خلينا نمشي بسرعة على المكان المحاصر بسرعة. خبرتني هيك بهالوقت المتأخر. ايه والله يا منان خبرتك لحتى احكي لك شوف براسي بالضبط. تفضل هات لاشوف. عم بسمعك. العصابة وسقط فيك ولا لسه؟ وصلوك للزاز ولا لسه؟ فهمني. لا والله يا محمد ما وسخوا فيني. لحديت هلأ ما شفت الزاز. بس ليش؟ طيب انا هلأ عندي خطة لخليهم يسقوا فيك 100%. تمام هات لاشوف. انا وكاسر راح ننزل سيف لتحت. فانت بدي منك تخبر العصابة على مكان سيف. راح نطالع من البيت لانه ما بدي نكشف البيت لانه عم ننام فيه نحن. فهلا هيك انا راح نزله لتحت وانت بدي منك تدل العصابة على المكان اللي راح ناخده عليه وانا راح اعطيك العنوان. ايوه هات لشوف وين العنوان. راح اقول لك العنوان وين. تفضل. انا وكاسر راح ننزله على ابو تحت. فانت بتجيب العصابة على المكان هذا نفسه. فهيك رح يثقوا فيك ويعطوك الامان 100% ويمكن يواجهوك بالزاز وبتصير تاخذ راحتك وبتصير امين 100% عندهم. وبهالطريقة يا معلم رح تجيب لنا اخبارهم اول باول. شو بيصير اسرار شو بيصير عندهم كله بتجيب لنا اياه لحتى نعرف شو نعمل عشان ما يخربوا شيء من ورانا. نكون نحن قدامهم بكل شيء. تمام. اوكي تمام. قول يا رب روح هلا قبل ما يحسوا عليك. ماشي. سلام يا محمد. الله يسلمك. انا بعرف هالمهمه صعبه عليك بس نحن بدنا نساعد الدراويش. لا يا محمد نحن كمان بخدمه الدراويش. قول يا رب دير بالك حالك. سلام حبيبي منانو. ياسر اطمن وطمن محمد ماشي لانه جماعه الزاز ارتاحوا لي. حلو هالكلام. بعد ما هربنا سيف وخبرته على مكانكم ارتاحوا لي كثير وامنوا لي. هيك كون مشيت الخطه مثل ما بدنا. تمام تمام. منان اسمع مني هالكلمتين وحطهم ببالك. انت هلا مهمه خطيره ابشرك ودير بالك من رجال الزاز ترى مو سهلين
اطمن اطمن، انا بخير، لا تاكل همي. تمام، ما تدير بالك على حالك ابو الشريك. ماشي، يلا سلام. مع السلامه، باي، الله يحميك. شو طمني؟ الحمد لله بخير. منان بخير الحمد لله، بس ما ينكشف. وقال لك انه الوضع كيف معه ابو الشريك؟ الوضع تمام، وثقوا فيه. وثقوا فيه 100%. ايه الحمد لله. تليفون هذا ريحني كثير. يلا كويس، هلا صار فينا نجيب كل شيء بدنا اياه من هاي العصابه. مضبوط. هاي الوقت بتلملي الشباب كلها وبتطلعوا على غرفه الاجتماع، 5 دقائق وبكون عندكم. بسرعه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت واقف عم استناك تخلص صلاتك مشان احكي معك. أهلا محمد، كيفك؟ والله الحمد لله بنشكر الله. الحمد لله. بس والله يا شيخي لما بكون تعبان كتير كتير ما بعرف ليش بحس انه لازم اجي لعندك حتى ارتاح. ليش تعبان يا محمد؟ يا شيخي عصابة الزاز ما عم تقولي بحالي. استعن بالله يا محمد. طول بالك انسي، طول بالك انسي يا ادب. شلون ده طول بالي؟ شلون اللي ايش لك تساوي يعني؟ ايش لك تساوي؟ بياخذ حقي انا. سامعني؟ اياك تدلني على مقررات محمد. شلون كيف ما بعرف؟ لك تكرم يا سيف، بس رحنا على كل الاماكن موجود فيه محمد ما لقينا. ما بعرف، بدي اياه، بدي اياه من تحت الارض، بدي ادعس على راسه. خلص يا اخي، هلا هدي. اي هدي شو هلا بجي المعلم نفهم القصة؟ كيف كانوا وقفة دارين انت وياه؟ طبعا حلو فيي وقت شباب. انا جماعتي الهمة. تحكيك الموضوع مهم. فتحوا ودانكي اسمعوني، هدي هالكرسي هلا تشوف. استريحوا شوي. ونعم بالله، ونعم بالله يا شيخ. بس يا شيخ انا كل ما بتذكر الماضي تبعي، كل ما بتذكر كنت شو اعمل بالناس واظلم واقتل واسره، بحس بالندم وبتضايق وبختنق كثير يا شيخ، ندمان على الشيء اللي عملته. بس القديم ما عم يروح من بالي يا شيخ، ما عم يروح. انا اقول لك على شيء، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. معقول يا شيخ ربنا يغفر لنا ذنوبنا الماضي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ايضا يصوغ بشاره للنفس التائبه والنفس التي رجعت وندمت على ما فعلت من ذنوب. يقول تعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بس يا شيخ انا لما عملت هذا الشيء كنت مجبر، رجال الزاز عدوانيين مشرانيين قتالين انجاس، ما بتركوا شعب بحاله، ما عم يتركوا الناس، كتير عدوانيين يا شيخ. أنا كنت مجبر إني أقتل لأنه خطفوني وزلوني، خطفوا صديقي كمان هانوه، فنحن رحنا وقتلنا فننتقم بس لعذاب الناس وعذابنا. لكن شوف يا محمد، زي ما أنا قلت لك كله إلا الدم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بالقاتل والمقتول، والمقتول يقول لله عز وجل: يا ربي سل هذا لماذا قتلني؟ فإيش هتسوي أنت في هذا الموقف يا محمد؟ لما تقرب بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسأل المقتول: يا ربي لماذا هذا قتلني؟ موقف صعب كثير يا محمد، لازم تراجع نفسك، كله إلى الدم يا ابني. عينوك شباب، هذا الشغل اللي عم نشتغله ما عاد ينفعنا. أمرك معلم، شو بتأمرنا؟ نحن جاهزين. ما بدي بتعملوا شيء، بكفي لهون. يوم خطف السيف، يوم خطف محمد، يوم خطف كاسر، يوم قتل من زلمي. دم دم دم، شو حالك؟
لهون وبكفي. معلم انت بس وقلنا ونحن جاهزين. انتوا بتعرفوا زملائنا بالمكسيك ماتوا باسبوع واحد 17,000 زلمه. ايه لا تستغربوا. انا ماني مستعد اخسر واحد من زلمي. طيب معلم شو بتقبضوا نعمل؟ تركوني من شغلة هالفدان محمد هلا. بدي منكم تنتهوا بشغلكم وما تفكروا بأي شيء. تلحقوا الشغل فقط. دار قصص فاضي ما بدك. الشغل فوق كل شيء. بس يا معلم عذبوني وغادوني كيف بدك يعني اسكت؟ هذا الكلام وقت سيف بدنا نسكره. هلا مو وقته. الكلام اللي حكيتكم اياه لازم يكون مفهوم. مو وقت الدم. ماني فاضي جابه الدولي. ماني فاضي وجع راسي واخسر واحد فيكم. لانه الدم بيفتح انظار الدولي علينا. لا مو خوف. بس نحن هلا ماننا فاضيينهم. لا بدي اعيد وكرر الكلمة. الدم مو وقته. شو بدك معنا؟ لا بدي غير تنفذوا القتلكن عليه. صرفوا. وقف. خليك عايزك. استريح تشوف.